في فيديو انتشر من فترة لمدرسة انسانة جميلة جدا ورحيمة جدا، كانت لابسة نقاب اسود في اسود في يوم كان حر قوي، وانتشر كده بالكاميرا المراقبة اللي كانت موجودة ان هي كانت ماشية عمالة تهوي على الطالبات بالمروحة عشان خاطر الجو حر. الفيديو دوت فعليا هو بيلخص الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، وهي الحزم والعنف والرحمة بالطلاب بتوعنا. اللي هي عملته ده بالرغم ان هي في امتحان، هي اظهرت ليهم الرحمة، ان هم اتعاملت معهم كأن هم بناتها، كأن هم اخواتها الصغيرين، فكانت بتهوي عليهم بالرغم ان هي نفسها لابسة يعني نقاب واسود في اسود والجو حر جدا، ومع ذلك هي فضلتهم على نفسها. تلاقوا بقى مدرسين تانيين يعني الواحد بيقابلهم تلاقيهم في نفس الموقف ده، يعمل ايه؟ يسيب اللجنة ويخلي الناس تغش ويقولك اصل حرام ودول زي ولادنا. يا جماعة في فرق كبير جدا ما بين ان احنا نسيب الناس تغش، نسيب العيال تغش، وبعد كده نقول اصل حرام والرحمة حلوة. لا، دي مش رحمة، احنا كده بنتعاون على الاسم، احنا كده الناس دي هتطلع تعمل حاجة حرام وكل حاجة تتبني عليها بعد كده تبقى حرام. لا، انت ما تخليش الناس تغش وتقدر تستخدم الحزم عادي جدا، لكن في نفس الوقت انت بتظهر الرحمة للطلاب لما يكونوا محتاجين حاجة معينة. فده بيبقى الفرق ما بين الحزم والعنف والرحمة في المكان الصح بتاعها. هي عملت كده يعني مشكورة، ربنا يجازيها كل خير، ويا رب يكتر من امثالها ويبقى عندها مدرسين كتير فاهمين الفرق ما بين الحلال والحرام، وتتقي لها في شغلها وتتقي لها في الطلاب اللي معاها. الكورسات اللي على القناة عندنا اكتر من 100 كورس بيتكلموا في موضوعات كتيرة جدا، هتلاقوا كل الكورسات او المهارات اللي انتم ممكن تحتاجوها عشان خاطر تبتدوا في مجال التدريس. ولو انتم خبرة في مجال التدريس تقدروا تشوفوا السكشن الخاص بالقيادة والإدارة التربوية، وفي بودكاست الإذاعة المدرسية وبودكاست الإدارة التربوية تقدروا تتابعوه على القناة. كان معكم في الفيديو ده قبل بسمة، شكرا لكم، يلا اقعدوا بالعافية.